دمرت حياتي يا ابراهيم، انا مش عارفه اعمل ايه، حياتي كلها اتدمرت. وكل ده ليه؟ انا ما غلطتش اني شفتك وخرجت معاك. هدي نفسك هدي نفسك، ايه اللي حصل؟ بابي بيتعامل معايا على اساس ان بنت منحله بتاعت شبان وسام. طب ليه ما شرحتلوش الحقيقه؟ ليه ما قلتيش ان الضابط مسكنا من غير ما يكون في حاجه؟ مش عايز يسمعني، وقرر انه يقفل المكتب ويجوزني ابن اخو التخين ابو كرش ويسفرني معاه امريكا. الاسكندريه كلها مالها سيره غيري. انا انتهيت خلاص يا ابراهيم. قومي معايا انا هشرح لباباكي كل حاجه. اقوم معاك فين بس؟ انا وبابي وصلنا لحيطه مسدوده ومبقاش في كلام ينفع. انت السبب يا ابراهيم، انت السبب. انا ما عملتش حاجه. في ايدك تعمل تساعدني وترحمني من التخين ابو كرش. كل اللي هطلبه منك انك تتقدم لي وتطلب ايدي من مامي. انا عارفه ان احنا ما نعرفش بعض كويس، ان المفروض ناخد وقت اطول عشان ناخد الخطوه دي، او كان ممكن ما ناخدهاش اصلا. بس انا ما قدميش حل تاني، اوعدك بمجرد ما نتخطب انا هحلك من اي ارتباط. انت عارفه انه يشرفني، بس باباكي ممكن ما يوافقش، خصوصا ان ما عنديش شغل وما كملتش دراستي. من الناحيه دي اطمن، انا هقول اني بحبك وهموت نفسي لو ما اتجوزتكش. ها قلت ايه؟ بقى حسن النشرتي كلب زي ده يمرمط اسمه في السوق. لا اسمع، انت تاخد رجالتك وتحط اربعوه على دماغه. كات، فين الريش؟ هتقولي الريش؟ انا قلت كده، انا قلت ما يعملش العنايل دي غير الزبط ناصر الشرقاوي. يا ابني يا ابني، انت بتجيب الناس دي منين يا ابني؟ مفيش مره تغلط وتجيب لي حد كويس يا باشا. عم شكر راجل قديم مش اول مره يشتغل. ما تقوليش قديم ولا جديد، ده اوفر وفوق الاوفر كمان. طب يا استاذ من فضلك، يعني قول لي حضرتك عاوز ايه وانا اعمله. استاذ استاذ من فضلك، انا ما بتكلمش معاك انت، من فضلك ناصر الشرقاوي بريك. ده ايه العظمه دي يا استاذ؟ الله يخليك. الله ايه يا عم شكري، انت مش فاكرني ولا ايه؟ والله يا ابني العتب على النظر، معلش. فاكر عم اسماعيل بتاع سينما النهضه؟ عم اسماعيل. انا بقى سعيد. اهلا اهلا. عم اسماعيل ده ندل الاندال على فكره، ليه اكتر من 3 سنين لا سمعت صوته ولا شفت وشه. لا ما انت مش هتشوفه تاني. عم اسماعيل الله يرحمه. مين فيكم الحرامي؟ الحرامي؟ انت الحرامي؟ انا لا طبعا يا فندم. يبقى انت ابراهيم. ايوه سعادتك مظبوط. انت عارف انا ليه بقول عليك الحرامي؟ ليه يا باشا؟ لان الحرامي هو اللي بينط من الشباك وبيسرق الحاجه اللي مش بتاعته، وانت بقى سرقت بنتي. يا فندم احنا جايين نراضي معاليك ومستعدين لاي طرديه تؤمر بيها، ولا يا ابراهيم؟ طبعا يا صلاح بيه يا باشا، عشان كده انا جاي اوضح لحضرتك الصوره. صح، اسكت انت، اتفضلي انت يا هاني بتكلمي. احنا سعاده الباشا عايزين نجوز ابننا لبنت حضرتك. المضموزيل اللي واقفه جنبك دي بقى تبقى بنتك؟ ايوه حوريه واخت العريس. وحضرتك يا هاني بترضي تجوزي بنتك لواحد ما بتثقيش في اخلاقه ولا سلوكه؟ انا مش موافق على الجوازه دي. دادي حرام عليك يا دادي. لا يا بنتي انا مش موافق على الجوازه دي، بس انا بحبه وما اقدرش اعيش من غيره. ليه كده بس يا بنتي؟ ليه دايما تزليني وتقصري رقبتي قدام الناس؟ الحب عمره ما كان ذل، الحب اسمى معاني الوجود. اذا يجيب شبكه بربع مليون جنيه. هيجيب يا دادي. هتجيب يا ابراهيم؟ احنا هناخد دي كام؟ كده الحساب بقى 224,000. لا دي مش حلوه، انا هاخد دي. لا ما مش ليكي، دي بره الحساب. اوكي اتفضل. دي عشاني انا؟ اه مش معقول برضو ان احنا نجيب شبكه وما نجيبلكيش حاجه. شكرا. العروسه عايزه حاجه تاني؟ لا كده كفايه قوي. كده كده كفايه الحمد لله. البركه. 224؟ ايوه 224. عد فلوسك. شكرا.